واربع جرحى. جت سيارة نوع دولفين تاكسي يقودها أحد الإرهابيين، ففجر نفسه هنا بالسيطرة، كان مستهدف سيطرة حي الجنابي على طريق كربلاء قضاء المسيب، مما أدى إلى استشهاد طفل ما يقارب عمره 7 سنين 8 سنوات وجرح 4، 3 متسمين من شرطة المسيب. متى اشوف الطلق؟ بس شوف هنا مشكلة. انا على لو كان شخص لازم نحيط وياها. يعني انا شفتهم مسلحين، انا شفتهم مسلحين الدرع لابسين وبيدهم اجهزه، يعني دولة لا لا مدنيات سياره، لكن هم زي مدني شباب، كلها شباب قدكم، فطوقوا المنطقه يعني طوقوا الشارع يعني قطعوهن، وانا داباح يشوف منا داباح يشوف بعين مجرد اشوفهم يعني ظهر انه نزلوا الشيء.